مشاركتي في الاستفتاء الشعبي. يجب علينا أن نحترم هذه الإرادة وهذه الرغبة للسكان. بالطبع الدول الديمقراطية يجب أن تعترف بالاستفتاء بالإرادة الشعبية. النقطة الثانية تتجلى وكما ذكرنا أكثر من مرة، وبالطبع هذا موضوع الخلاف مع الولايات المتحدة والناتو. نحن نتعرض مع ضم أوكرانيا إلى الناتو لأن ذلك يهدد أمننا، وأنا ذكرت ذلك أكثر من مرة. وفي هذه الظرفية نحن ننطلق من الحديث المتكرر في العواصم الأوروبية الغربية، أفضل الحل لهذه المشكلة لعدم فقدان زملائنا وجههم، لكي يتجنب الطرف الأوكراني عن الانضمام في الناتو. هذا ثانيا. النقطة الثالثة تتمثل، وذكرت دائما أنه كان يجب حل مشكلة دنباس سلميا عبر المفاوضات السلمية وتنفيذ الاتفاقيات المتوصل إليها في مينسك. والنقطة الرابعة تكمن في يمكن أن ننقلب كل الأمور في ثانية واحدة إذا كانت تزود أوكرانيا بالسلاح من قبل العواصم الغربية. وهذه النقطة المهمة تتمثل في نزع عسكرة أوكرانيا الحالية. هذا العنصر الهام الموضوعي وقابل للتنبؤ به، ويجب علينا أن نرد على ذلك. كل شيء يتغير يوميا كما حدث ذلك أو كما فعل الرئيس الأوكراني السابق، ومثلا الرئيس الأوكراني الحالي كانت هناك ملاحقات ومحاسبات، وأيضا كانت محاولات ليفند الطرف الأوكراني هذه الاتفاقيات المتوصل إليها في مينسك. وبعد ذلك غادر الرئيس الأوكراني السابق إلى باريس أو برلين. أما الآن فنحن يجب علينا أن نحل هذه القضية، وهذا الأمر غير مقبول تماما بعد تصريح القيادة الأوكرانية عن طموحاتها النووية. تفضلوا. وكالة لايف، السيد الرئيس، أمس في كلمتكم الموجهة إلى مواطني روسيا ذكرتم تصريحات زيلينسكي حول أنه يمكن أن تظهر في أوكرانيا أسلحة نووية وأن تنضم أوكرانيا إلى نادي الدول النووية. هل هذه مجرد تصريحات أو هناك مخاطر حقيقية أن في تخومنا سوف تظهر في أوكرانيا أسلحة نووية؟ كما ذكرت للتو، هذه التصريحات كانت موجهة لروسيا الاتحادية، وقد سمعنا هذه الكلمات والتصريحات. أوكرانيا منذ عهد الاتحاد السوفيتي تمتلك طموحات نووية ومصانع نووية تتطور، وأيضا هناك مدارس، ويكون كل شيء لديها لتطوير وحل هذه القضية مقارنة بالدول التي تبدأ أن تدرس في هذه القضية منذ البداية. هذا أولا. هناك نقص لدى أوكرانيا في مسألة تخصيب اليورانيوم. هذه المسألة تتعلق بالتقنيات والتكنولوجيات. بالطبع أوكرانيا يمكن أن تحل هذه القضية بسهولة. أما فيما يتعلق بمعدات إرسال، طبعا هناك الصاروخ السوفيتي توتشكا أو، فأعتقد أنه ليس مشاكل لدى أوكرانيا في تطوير مثل هذه الصواريخ أو صواريخ كهذه.
بالتحديد بالنسبة لنا تتمثل في ظهور الأسلحة التكتيكية. كل هذا يعتبر تهديدا استراتيجيا بالنسبة للأسرة الاتحادية. يجب علينا أن نأخذ هذا على محمل الجهل. فبالطبع هذه مدى هذا الصاروخ يمكن أن ترتفع أكثر من 100. فبالطبع هذا تهديد استراتيجي بالنسبة لنا. وبطبيعة الحال نحن نتعامل بجدية مع كل هذه القضايا. تفضلوا للسيد كوليسنيكوف. أندري كوليسنيكوف جريدة كوميرسانت. السيد الرئيس، هل تعتقدون أن في العالم المعاصر يمكن حل المشكلات باستخدام القوة والبقاء في جهة الخير؟ والسؤال الثاني أكثر تقنية، هل تعتقدون أن القوات يمكن أن تصل إلى خط التماس أو إلى الحدود الإدارية لجمهورية دونيتسك ولوغانسك أو شيء آخر؟ لم أقل أن القوات سوف تتمدد إلى تلك المنطقة بعد لقائنا. النقطة الثانية تتمثل من المتعذر بمكان التنبؤ بأي سيناريوهات عسكرية. كل هذا يتوقف على أرض الواقع. أما فيما يخص مسألة ضرورة حل جميع المشكلة بالقوة، ولماذا تفكرون في أن يكون خيرا بدون القوة؟ لا أعتقد ذلك. أعتقد أن الخير ينص على الدفاع عن النفس، وسوف ننطلق من كل هذا. شكرا. إذن أيضا من جديد، يعني كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول أن اتفاق سلام مينسك بخصوص شرق أوكرانيا مات قبل وقت طويل من قرار روسيا على الاعتراف بمنطقتين انفصاليتين، وقال أن اتفاق سلام مينسك بالتالي لم يعد موجودا. يقول أن احنا روسيا اعترفت بنسخة موسعة من المنطقتين الانفصاليتين الأوكرانيتين، ويعبر عن أمله في أن تسوي أوكرانيا والمنطقتين خلافاتهما بشأن هذه القضية. هنا في رد على سؤال عن الاستخدام المحتمل للقوات الروسية في دونباس، هو قال أن موسكو ستنفذ التزاماتها إذا اقتضت الضرورة، وبالتالي هو يعني لم يؤكد أو ينفي، لكنه يعني طبعا مصر وماضي في طريقه ل يعني الاعتراف بالإقليم أو الاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين. يقول أيضا أنه أفضل قرار يمكن لأوكرانيا اتخاذه هو التخلي عن طموحاتها للانضمام لحلف شمال الأطلسي أو الناتو، وهذا هو أساس المشكلة. ربما يقول أيضا أنه يتعين على أوكرانيا نزع سلاحها، وقال أنه حديث أوكرانيا عن طموحاتها النووية كان موجه إلى روسيا، وقد يعني وصلتنا هذه الرسالة. يعني الكثير من التصريحات ربما بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكما ذكرنا أنه بعد 20 دقيقة من الآن سيكون هناك حديث آخر للرئيس الأمريكي جو بايدن حول الأزمة الأوكرانية. ننتظر كيف سيكون الرد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.